السلام عليكم. اليوم ان شاء الله وباذن الله غنهضروا على الجديد على المستجدات فيما يتعلق بالغابه الصغيره ميني فود فورست اللي تنحاول ما يمكن نطبق فيها مبادئ الفلاحه المستدامه. الحمد لله والشكر لله، هذيك القطعه الصغيره الارضيه اللي بغيت نحاول ما يمكن نطبق فيها مبادئ الفلاحة المستدامة، ومع تطبيق واحد المبادئ ديال واحد الشخص، واحد الياباني اللي هو اللي سميتو مياواكي بالطريقة المغربية، الطريقة اللي أنا تنتوفر عليها لأن هي تتبغي مجموعة من القواعد، ولكن أنا بما أنني ما عنديش المواد العضوية المواد الطبيعية كثيرة، فخدمت بهذاك الشيء اللي عندي، يعني حطيت الغراق، حطيت العواد، حطيت الغبار ديال الدجاج، الغبار ديال البقار، ديال الغنام، ديال الحمام، حاول ما امكن نخلط هذاك الشيء. ومن بعد صايبت هاد لابارتي هذه ودرت ليها واحد البلاصه باش منين طيح الشتاء تهبط ليها، باش نحاول ما امكن انها تبقى تعيش واحد الحاله اللي فيها الرطوبه مده طويله. وغرست فيها مجموعه من النباتات وبعض الاشجار، والشجر اللي الحمد لله دوزوا عامين. هذه بحال مثلا دابا هاد الازير، عندك هاد الخرواع الغيسان، وعندك هاد الشيبه. اضيف الى ذلك عندك هنا الازير حتى هو راه مازال فيه شي شويه، هنايا لا تريبليكس، هادو قال لي دوزوا سنه، هذا حتى هو الازير، هاد الشجره هذه حتى هي زيد عليها الازير عاوتاني من لهيه، يعني الاكثريه الازير. وعاد اللوكاينه هذيك طلعت راسها، يعني هز الريعه طاحت. وهاد لابارتي هذه كان فيها مجموعه من الازير، كنت غرس اربعه، راه جوج اللي بقاو حيين. وهاد البلاصه هذه كنت غرس فيها الازير ساعه مات، راني غرست فيها قصب، هذاك القصب العادي اللي عندنا حنايا. نتمنى انه يشد لي هاد البلاصه هذه باش ما تبقاش هكا خاويه، تعطي واحد الجماليه. وزدت هاد العام هذا غرست هادو كما كنت نقول، غرست لي بيسكويت ها وحده، ها الثانيه غرست عاوتاني هنا الشيح، ها وحده اخرى عاوتاني هنا، وحده اخرى ليه غرست الخزامه، هما بزاف راه كاينين حتى لهيه. غرست السيترونيل، غرست لاكابوسين ها هي داخل هنايا، ها السلميه عاوتاني، غرست لاسيبوليت، غرست شجره ديال التوت هنايا، واحد الشجره باش نتمنوا انها تعطينا الزريعه. وزيد عاوتاني تما راه كاينه لا كابيسي، راه هي هنايا راه غرست عاوتاني الخزامه، السلميه، الخزامه باش نحاول ما امكن. انا غرست هذاك الشيء بطريقه اللي هي تري سيغي، يعني ملاقيه بزاف، حيت المبادئ ديال مياواكي تيقول بان هذاك الياباني تيقول بان اربعه ديال الشجره تيكونوا في مترو كاريه، وانا حاولت ما امكن نقلد، انا يمكن كاع رزت اكثر منه لان هذه المنطقه هذه راه صغيره بزاف. الله كيفاه شي تقريبا شي 3 متر ولا 3 متر تسعود، يعني تسعود المتر، وانا حاولت ما امكن انا نغرس اكثر من هذاك الشيء، ونتمنوا ان يكون الخير ان شاء الله. فيما يتعلق بالبلاصه اللي جات لفوق في الجبل، فالحمد لله انا حاولت ما امكن انني نصايبها بطريقه باش ان شويه الجماليه ديالها تكون شويه تبان، تظهر لنا العيان، لان كنت مكنت مصايبه بواحد الطريقه، وكان داك الحجر شويه تيخسر المنظر، ومني تطيح الشتاء تبدا يتفرتت. دابا حاولت ما امكن انني نقاد هذه القضيه هذه، ها هو دابا الامور، يعني جبنا التربه وفزقناها ودرنا بحال المرطوب اللي تنديروه من موراه السور، يعني الحمد لله دابا في المنظر راه تيبان مزيان. اضيف الى ذلك انه صحيح دابا حتى ملي غادي يطيح الشتاء ما ياثرش فيه ان شاء الله وباذن الله. في نفس الوقت انا زدت راه كيف ما غرست واحد جوج الاسابيع هذه غرست لابابيروس، ها هو الحمد لله هذا راه غادي مزيان، هذا راه شويه بدا تيصفر. علاش؟ لان هاد جوج الاسابيع هذه انني ما جيتش وما سقيتوش وما طاحت الشتاء. دابا الحمد لله ملي طاحت الشتاء الامور مزيانه، هي عاوتاني زادت عمرات البلاصه، نتمنوا الخير. اما القصب اللي غرس العام اللي فات راه غادي مزيان، ها هو الحمد لله هو راه غادي مزيان، دا غرسو العام اللي فات الحمد لله والشكر لله. هاد البلاصه هذه كذلك طبقت فيها نفس
نفس الامور حتى هي الارض هي ملسناها باش تكون صحيحه وفي نفس الوقت تكون زوينه في المنظر. وهاد البلاصه هذه راهي حفرناها كبيره باش ان شاء الله حتى هي نغرسوها باشجار، والقصب اللي كنت غرس العام اللي فات هو راه شد راسه زينا. وثاني سهلنا الامور لينا دابا الجبل خصنا باش منين يطلع الواحد يتعذب، ودرنا دروج حتى هما راه خصهم يزيدوا يتملسوا وخا ملي طاحت دابا الشتا زيد عليها من الشمس تبدا يتهرس شي شويه ولكن مزيان. وفي نفس الوقت الطريقه باش صايبتها ان الماء ما يهربش، لان دابا هاد البلاصه هذه اللي صايبت هنايا على الدروج انا ملي طيح الشتا تبقى هنايا وتجمع ليا في هاد البلاصه. والحمد لله هو البلايص اللي عمرنا هنايا اللي غرسنا فيها الفول والجلبانه ها هو الحمد لله ها هو داكشي راه بدا تيبان الحمد لله والشكر لله. زدنا عاوتاني شويه ديال التبن شويه ديال الغبار باش نزيدو نفيرتيليزيو الارض باش الارض تبقى مزيانه وتولي غنيه نهار على نهار. البلاصه هذه عاوتاني اللي حفرناها العام اللي فات ها هي زدنا عاوتاني وسعناها وقديناها عاوتاني. هاد البلاصه هذه حتى هي كذلك ها هي راه قديناها مزيان، والدروج هادو راه من العام اللي فات الحمد لله راه بدا هادشي تيتقاد. اما البلاصه اللي فريمون الحمد لله والشكر لله اللي ولات فريمون تتفرحني، وليت نحس بان كاين واحد التغيير، كاين واحد التغيير في الاتجاه الايجابي الحمد لله والشكر لله، هي هاد البلاصه هذه اللي غرست لي هي قريبه للساريج واللي قريبه للحمام باش نهز الغبار وفي نفس الوقت نهز الماء باش نسقي يجي الامور سهله. هاد البلاصه هذه الحمد لله هما زادوا هاد جوج دريجات باش يسهلوا على الامور نيت باش نطلعوا الحمد لله والشكر لله. دابا ولات سهلت لان حنا الجبل هذا ملي تيطلع الواحد تيدير مجموعه ديال المجهودات دابا هكا الحمد لله منها المنظر تيكون زوين وفي نفس الوقت الدور ديالو تيكون جد ايجابي. هاد البلاصه هادي هي رزنا غرسنا فيها مجموعه من الاشجار، ها الخروب، الخروب عاوتاني الزيتون، خروب الزيتون، الخروب الاكثريه هنا الزيتون والخروب، وكاين البرق ولا سميتو البرقوق والمشماش والخوخ والرمان راه هما الوراق ديالهم طيحوهم. وفي نفس الوقت في الرجل ديالهم يعني في الجذور ديالهم راه غرسنا الجلبانه والفول، هادو اللي الحمد لله تيكون الانتاج ديالهم كثير ديما كل سنه الحمد لله. هاد المنطقه هادي الفول والجلبانه، وين فاق الفول والجلبانه زعما من الاغراس اللي هما ساهلين، واحد الا بغى يقلب على الاكتفاء الذاتي يقدر يقلب على الاكتفاء الذاتي في السنه الاولى، يعني الامور مزيانه فيهم. ها هو بحال مثلا هي هادشي دابا اللي غرسناه جوج الاسابيع الحمد لله، ها هما غادي داكشي تيكبر ها هما الحمد لله والشكر لله. يعني الفلاحة غير يكون الإنسان عزيز عليه راه متطلبش شي مجهودات جبارة، كل واحد غير عزيز عليه هاد الشي ويقرا شي شوية ويتفرج في الفيديوهات ويحاول ما أمكن يطبق في إطار المستطاع. ها مثلا دابا هادي هادو اللي عندهم شي شهر تقريبا، هاد الأرض هادي معايا تخي فيغتيلر غرست فيها واحد الكرمة عامرة عواد وغبار، درت فيها البطاطا الفول الجلبانة واحد القرعه راه واحد ما بقاش تبان ليا دابا حيت كثروا الوراق، راه كاينه حتى واحد القرعه ولا شي جوج قرعات هنايا ما تيبانوش لان كثرت الوراق. هنا كذلك هادو جوج الاسابيع هادو بعد عاد تغرسنا هاد الشجيرات هادو حتى هما جوج الاسابيع كاع على دوي تيكونوا قلال جوج الاسابيع، اما البلاصه اللي تكون كبيره راه عندها شي شهر بحال هادو، هادو راه بحالو بحال الاخرين شهر الحمد لله والامور غاديه مزيان. رغم ان راه جوج الاسابيع ولا ثلاثة الأسابيع ما طاحتش الشتا، يعني الأمور ما كانتش مزيانة، ورغم ذلك الحمد لله. وكاع داكشي اللي غرسنا شهر هادي راه باهت صافي بالحمد لله صافي، هو الفولة بدا تعطي الوريضات ديالو، يعني هنايا واحد أسبوع حتى لجوج الأسابيع صافي إن شاء الله نبدا نجني إن شاء الله بإذن الله الفول. هو راه ساهل الكيم كواط هذا راه جبناه عامر أصلا من النهار الاول الحمد لله، هو راه غادي وتيكثر مزيان دابا ملي طاحت الشتا راه غادي يزيد يرتاح. هنايا واحد الحامضه ومعها بنان، البنان تيبغي الماء بزاف، وهاد الجوج الاسابيع هادو ما تسقاوش دونك راه الشي راه ضعاف ولا الورق ديالو صفرين، ولكن دابا ملي طاحت ان شاء الله باذن الله راه دغيا غاسترجع
الحمد لله هاد الخضوره هادي ملي تشوفها الواحد تيفرح، النفسيه ديالو تتنتعش. الحمد لله والشكر لله، لا يجعلنا ديما هكا. الحمد لله والشكر لله. شمتى طيح الشتا، الفلاح، الارض، الحيوانات، الناس اللي تيشريو الخضره، المهم كلشي تيفرح. الحمد لله والشكر لله، هذا من فضل ربي. سيترونيل ها هي الغنباز، راه هو تقريبا كله كرم دابا ملي طاح الشتا ان شاء الله راه غادي يسترجع القوه ديالو. تغاس هنايا واحد الموريكا مبقاتش بانت ليا، نقلب عليها. انا هادشي اللي غرزنا العام اللي فات، لا تريبليكس، الكازارينا، الميموزا، كلشي مزيان الحمد لله. حتى البوغانفيلي حتى هو راه مزيان. ها هي التوته مع الفول، الجلبانه، القرعه الحمد لله، و الخزامه ها هي سميتو الخروع، ها هو الحمد لله. هذا رانا ضر راسو الزريعه من هذيك اللي من هنايا تطيح تبقى تنوض ويرا ساهلة، وخا هي راه مسمومة نورمالمون، خص الواحد يحضي مع الدراري الصغار ويحضي مع الحيوانات مياكلوهاش، لأن هي كلها مسمومة، لا الججدر ديالها، لا الزريعة ديالها، لا الوراق ديالها. الحمد لله. لا شايوط ها هي راه مزيانة، باقي ما كبراتش ولكن الحمد لله مازال حية. هذا هو المولد، خصني نصيب ليها شي خيط باش نجي نحاول ما يمكن نلصقها مع هذا الخرواع باش نعاد نطلعوها لفوق ان شاء الله.